عرفنا عن حضرتك، وش اللي صار معكم؟ انا جمال الدره، والد الشهيد محمد الدره. طبعا يوم الجمعه تم قصف بيوتنا، واستشهدوا اخواني وزوجة اخي وبنت اخي، واستشهدوا كل جيراني من عائلة ابو جبارة 11 نفر، ومن عائلة ابو لاشين 16 نفر، وكلهم اطفال. ليش حد الاحتلال بتعمد انه يقصف البيوت؟ الاحتلال يتعمد بقتل الاطفال للضغط على المقاومة. المقاومين موجودين في داخل فلسطين التي حررت، ولن يستطيعوا مواجهتهم، هم يواجهوننا نحن كفلسطينيين. وهذا للأسف نحن نقتل بكل الأسلحة، أسلحة أمريكية. والآن نحن لن نحارب إسرائيل، نحن نحارب دول عظمى الآن متحدة على فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني، وخاصة غزة، أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. لكن نقول لهم، المشهد الحاج اللي بتشوفه اليوم بذكرنا بمحمد الدرة والمجازر. ما زال منظر محمد الدرة متكرر يوميا. كل طفل يقتل محمد الدرة، كل طفلة تقتل محمد الدرة، دماء محمد الدرة ما زالت تسيل إلى يومنا. أنت مين راح لك يا حاج؟ مين راح لك؟ أنا راح لي أخوي وزوجته، وأخوي الثاني إياد، وبنته الوحيدة. الله يرحمه. الله يسلم عليك. بسم الله. روح. لا مش حاب ينزل حاله. ودك تنزل أنت يا عم، ودك تنزل.